وبوسي ونوره كل الفنانين الكبار. لا لا اقول لك وسهر البابلي وشاديه يعني الكلام ده على مدار السنين علاقتك بالوسط الفني كانت قويه جدا وعادي جدا ما كانش فيها اي مشاكل. لا لا وانا اصلا كنت يعني كنت جار لسعيد صالح، سعيد صالح الفنان الكبير كان ساكن تحت في الشقه اللي تحتي. الاستاذ وحيد حامد كان ساكن في الشقه اللي فوقيه. الاستاذ نور الشريف كان ساكن في العماره اللي انا ساكن فيها في قبل ما يظهر في القاهره والناس. عشان كده الناس يمكن اطلقت عليك على مواقع التواصل الاجتماعي شيخ الفنانين بسبب علاقتك الحسنه بيهم. لا اصل الفن دوت، الفن ده بيعيش، الفن ده هو الشيء الذي يعيش مع الناس. يعني الى وقتنا هذا احنا كلنا فاكرين كل التمثيليات والمسرحيات بتاعه الفنانين الكبار، ومحدش يقدر ينكر. شفنا يعني بنشكر حضرتك على سعه صدرك، شفنا سكرينات كتير ومحادثات لحضرتك تكلمنا على منطقه. انا 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 الحمد لله سمعتي معروفه ولا شيء يؤثر فيها. كل هذه حملات ولجان مأجورة بتبث، لأن مش المقصود ده حتة بوست هايف، ولكن الحملات المأجورة هي اللي نشرت هذا البوست عشان أغراض أخرى. ده تصوير مش فيديو. فضيلة الشيخ، هو اساس حضرتك امبابة عشان كده. تعالوا اوريكم حاجه كمان. نقيب اشراف القدس. طب في اي شهادات من مصر او من الازهر؟ الازهر الشريف.